لو عايز تعرف تجربة جديدة في الدعاية في عالم التلفزيون، تعال معايا أقول لك معلومة على السريع عن مسلسل وايت لوتس. مسلسل وايت لوتس اللي اتصور 2021 اللي تابع شركة HBO مش بس أثر على الجمهور بقصته، لأ ده أثر على السياحة بطريقة جديدة. وبعد عرض المسلسل انبهر الجمهور بفندق الفور سيزن اللي اتصور في المسلسل، وده خلى حجز الفندق من وقت عرض المسلسل لليوم ده شبه مستحيل، وده بيوضح قوة المسلسلات التلفزيونية على المشاهدين. وهنا في سؤال، هل المفروض الشركات تستثمر في المسلسلات بدل الإعلانات؟ وبكل بساطة عشان المسلسلات بتخلق تجربة وربط مع المشاهد. وزي ما مسلسل وايت لوتس اللي تابع HBO قدر يجذب المشاهدين، وانت كمان مع شركة سينيماجيك تقدر تعلم عن علامتك التجارية بشكل غير عادي. لو عايزين تعرفوا عننا اكتر، زوروا صفحتنا على الانستجرام او اعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل. معاكم مهند في معلومة على السريع. سلام.